بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد. جاءتني الكثير من الرسائل والمكالمات حول مشاكل الشعر. الشعر كما تعلمون هو مظهر جمالي من الدرجة الأولى، ويعني يستحق دائما الوقوف عليه. أغلب الشكاوي كانت على الشعر الجاف، يشكون من الشعر الجاف المقصف المعقد وهكذا. هذه الجفاف الموجود بالشعر وتجده لا يستطيع أو لا تستطيع الصبية أو السيدة أن تمشط شعرها كما يجب، أسباب كثيرة جدا. يعني نذكر منها على سبيل المثال للحصر مشكلة المياه في بعض الدول، الماء المالح على سبيل المثال. المشكلة الثانية تكرار الغسيل، غسل الشعر، حمام الشعر يوميا يعمل على جفافه. ولماذا يعمل على جفافه؟ لأنه حنقلل نسبة من الفيتامينات وتحديدا الذائبة في الدهون، تمام؟ وطبعا تتأثر الشامبوهات الصناعية كذلك. يعني كثر من يعاني من اختيار الشامبو المناسب. من الأسباب المهمة يجب ذكرها أيضا هي الوصفات الجمالية للشعر. تخيلوا، يعني أنا بدي أخذ وصفة عشان أجمل شعري، بروح شعري بيخرب. يعني أديكم مثال، وصفات الإنترنت ما شاء الله، يعني وصفات خاطئة ليوم الوصفات الخاطئة. يعني في كل مرة، وأنا خصصت فيديو خاص تكلمت فيه عن هذا الموضوع، أن أسميناه الخوف من المرض من وراء الوصفات الخاطئة من الإنترنت. والشعر طبعا أحد الضحايا، خلينا أقول، من هذه الوصفات. من الوصفات الجمالية أيضا التي تسبب مشكلة في الشعر وتسبب الشعر الجاف، الصبغات، السشوار، فرد الشعر. كل هذه الأمور الجمالية للأسف تجفف الشعر، ويكون الشعر متشابكا ويتقصف، وتظهر حتى لدرجة في بعض الأحيان الحكة وبعض الحبيبات هنا وهناك. إذن كيف نخرج من هذا المأزق؟ حضرت لكم خطة علاجية من 7 أيام. كل يوم بدي إيش أديكم وصفة حتى نتنوع. والتنوع ديروا بالكم هو جزء من إيش؟ من حل المشكلة. بالمناسبة، اللي بيعانوا من الشامبوهات، قبل ما نبدأ بالخطة العلاجية، ما تضلكش على شامبو واحد، غير كل فترة، غير شامبو، تمام؟ لا يوجد شيء إنه هو الأفضل، دائما التغيير هو ظاهرة إيش؟ صحية. إذا نبدأ بإيش؟ بالوصفات ضمن هذه الخطة العلاجية كما ذكرت، لسبع إيش؟ أيام. بما أنه نتكلم عن الشعر، فأكيد اليوم الأول بده يكون إيش؟ الغذاء. الشعر يتغذى من إيش؟ الفائض، من حاجة الجسم. فبدنا نعيد ترتيب الغذاء كويس. بدنا نركز على الأسماك، التونة، الأفوكادو، تمام؟ وبدناش نستخدم إيش؟ أي نوع من الوصفات الجمالية هاي. بديش أستخدم السشوار، بديش أستخدم الفرد، بديش أستخدم أي شيء من هذا إيش؟ القبيل. إذا ما كنتش بشرب مية، بدي أشرب مية لأنه بيلعب دور في الجفاف. إذا ما كنتش صحبة مع الفاكهة، بدي أصير صحبة مع الفاكهة. إذن حاول من أول يوم نعيد إيش؟ ترتيب
المائدة الغذائية والعادات إيش التغذوية بشكل إيش سليم، واختصرها بكلمتين: نوع ولون. نوع ولون، نوع في الأصناف ولون في إيش في هذه الأصناف. في اليوم الثاني خلاص إحنا بدأنا الآن تغيير لعاداتنا الغذائية، وهذه راح تستمر طبعا هذا التغيير. في اليوم الثاني بروح بجيب إيش، بجيب زيت جوز الهند، واليوم صار متوفر زيت جوز الهند العضوي المحترم الكويس، وبروح بجيب زيت القرفة، وبجيب الشاي الأخضر. في زيت برضو من الشاي الأخضر لا بأس، يا بستخدم 3 زيوت وهذا مفضل، يا إيش بأخذ الشاي الأخضر ك يعني الفتلة الشاي الأخضر وبخلطهم مع أو بعمل خليط مع هذا الزيت، لكن الأفضل نستخدم 3 زيوت: زيت جوز الهند وزيت القرفة وزيت إيش الشاي الأخضر. طبعا أي وصفة لازم يكون الشعر إيش نظيف، على الأقل ما فيش تعرق يعني. والآن يعني حسب من يرانا الآن، حسب الفصل، إذا كان الدنيا حر الدنيا برد إلى آخره، يكون الشعر على الأقل إيش نظيف، ونضع هذا خليط الزيت يعني على الأقل يضل على الشعر 4 إلى 5 إيش ساعات، وبعدين أو ممكن نحطه المساء لا إيش صباح اليوم التالي لا بأس من ذلك. وصفة اليوم الثالث هي وصفة غذائية أيضا للشعر. بنجيب الموز، وبنجيب العسل، وبنجيب الأفوكادو، وقليل من الماء حتى يصبح إيش زي خليط متجانس، ونعمل غسيل لمين للشعر. في هذا اليوم مثلا نخصصه ليوم يكون فيه حمام للشعر بعد ذلك. طبعا نخلي هذه الوصفة برضو 3 إلى 4 ساعات حتى يقوم فروة الرأس بامتصاصها بشكل جيد وكامل. طبعا الموز غني بالمعادن والفيتامينات الذائبة في المياه، جيد. الأفوكادو غني بالفيتامينات الذائبة في الدهون، ممتاز جدا. العسل طبعا عسل هذا يعني الملك، وبالتالي أعطي غذاء قوي جدا لبصيلة الشعر، وبدي قوة للشعر، وأيضا يمنع الجفاف على وجه التحديد. وصفة اليوم الرابع وصفة بسيطة في متناول الجميع، وهي زيت الزيتون وزيت جوز الهند، كلاهما هيك بنخلطهم مع بعض وبنمسح فيهم إيش الشعر، وهذه ممكن نستخدمها بالمناسبة يعني صباحا ونطلع بالعصر ونطلع، ما في مشكلة أبدا، لأنه كلا الزيتين يتحمل درجات الحرارة، ما في إيش مشكلة. اليوم الخامس، وهذا تحديدا لمن يرغب بأنه بتعرفوا دايما الشعر الجاف بطولش لأنه جاف، البصيلة متهتكة تعبانة ما فيش فيها الفيتامينات الذائبة في الدهون، لكن بعد ما اديناها الأفوكادو، بعد ما اديناها السمك والتونة وصلحنا النظام الغذائي، الآن تعدل وضعها. طب طالما تعدل وضعها بدنا إياه الشعر يطول شوية، ولا إيش رأيكم؟ الآن بدنا نشتغل في الأيام 5 والـ6 والـ7 على تطويل الشعر، لأنه 4 أيام هدول إحنا اشتغلنا مع البصيلة، مع البنية التحتية، خلصناها بنيناها صح، ادينا تغذية صح، خلصنا عدلنا عاداتنا وتقاليدنا التغذوية، تمام؟ هيك بدنا نطول الشعر. في اليوم الخامس بذور الحلبة، نجيب بذور الحلبة ونغليها كويس ونعمل غسيل لمين للشعر، رائع جدا 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 في هذا الاتجاه، اتجاه مين تطويل الشعر. اليوم السادس نجيب البطاطا الحلوة نسلقها، ومنقوع البطاطا الحلوة نغسل فيه إيش الشعر. ذكرنا في سابقا أن البطاطا الحلوة هي غنية في الفيتامين ألف،
فتخيلوا أنا اديت أفوكادو وصلحت نظام الغذائي وكل الأمور هذه، وهلأ بغذيه فيتامين ألف مهم جدا للشعر، وكذلك طبعا الفيتامين سي كمضاد للأكسدة وبعيد بناء إيش الكولاجين، هذا محفز للكولاجين، وهذا شيء جميل جدا ومطلوب لهذه البصيلات ومطلوب للشعر. في اليوم السابع والأخير لدينا وصفة برضو سهلة وبسيطة، اللي هي العسل والكينوا. الكينوا اليوم صارت متوفرة مشهورة جدا، وهي عبارة عن البذور هيك حبيبات جرانيولز هيك جميلة، وهي غنية جدا بإيش في مجموعة الأدكت الفيتامين ألف ودال وهاء، وفيها يعني من المعادن ما لذ وطاب، مادة تغذوية من الدرجة الأولى. بخلطها مع إيش؟ مع قليل من العسل، وبعمل هيك زي يعني منتج مائي يكون يعني سائل تمام جيد، اللي هو أقدر أني أغسل فيه إيش الشعر. تخيلوا الآن هذه الوصفة ما أقواها، قديش فيها معادن، قديش فيها فيتامينات. الآن جاءت في اليوم السابع، اليوم الأخير، بعد ما خلاص البصيلة الآن 100% تمام. وممكن نكرر هذا الكلام هذه 7 أيام مثلا، لو بتعرفوا لو عملناها مرة كل شهر نكرر 7 أيام، رائع جدا. اللي شعره تعبان خالص يعمل يكرر 7 أيام كمان 7، صاروا 2 أسبوع، بتلاقي خلاص إن شاء الله الشعر تمام ولا يحتاج بعد هيك. بصير كل شهر كل 3 شهور يعملها، يعيد الوصفة هاي مرة تانية، بكون 100%. إذن دائما بدي إياكم 100%، ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.